السلام ومرحبا بالمشاهدين الكرام ومتابعي القناة المستقبلية. اليوم مباشرة معكم من مدينة فاس، بالضبط من حي حيوات فاس. معنا اليوم مجموعة ديال الشباب ساكنة الحي وما جاور على حي حيوات فاس. اليوم جاي نشوف واحد الحشد كبير من الإخوان المتطوعين المساهمين، مجموعة ديال إعانات مواد غذائية، أفريشة مواد غذائية. اليوم معنا الأخ من الأشخاص اللي جنا اللي تنظم واللي ساهمت. غادي نسولو اليوم دابا مباشرة معكم من فاس، كيفاش يعني كيفاش الأجواء دابا وأنتم كتستقبلوا هاد الإعانات؟ طور كاميو جا طور كاميو ها هو وصل دابا معنا الأخ اللي مع الأخ. السلام عليكم. بالنسبه للمبادره اللي كتشوفوا عندها حي واد فاس، يعني الناس شفتوا تضمنوا مع بعضياتهم. كما كتشوفوا الخيرات تبارك الله، راه ماشي شي حاجه اللي قليله، حنا براسنا تصدمنا، بصح حنا في الاول غتجي غير شي حاجه قليله. تاع الناس تعاونات تضامنات، وكي كتشوفوا حتى الشباب كلشي تيعاون، وحنا هادشي ان شاء الله بغينا يوصلوا للناس المتضررين، الناس بتالو دانت. الله يوقف معاهم والله يسهل الامور. مولاي ابراهيم المهم هادشي هذا راه كلشي مشارك فيه، وتبارك الله راه كيجي كتشوفوا الخيرات كثير. تبارك الله، شوفوا هذا الخير كامل، شوفوا الماء على الحليب، شوفوا السكر، التور لا 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 قالت الطحين، كلشي كلشي معنا. واحد الاخ حتى هو يجي معنا، اجي معنا واحد حتى واحد الاخ للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.